فهاد الدرس غادي نحضروا على async await وكيفاش نقدروا نردوا الكود ديالنا asynchronous. async await كتعتبر غير واحد الابستراكشن ولا كيسميوها syntactic sugar ديال promise. يعني حاولوا سامبليفيو داك promise وكيفاش كنكتبوهم باsync await. اوكي قبل من هذا الشيء بغيتك تكون ديجا تفرجتي ثلاثه ديال الفيديوهات على الكولباك والبروميس والاسينكرونوس, يعني تفهم هاد لي كونسيبت ثلاثه, لان في هذا الدرس بالضبط غنحاولوا نحلوا واحد المشكله باولا الكولباك, ثانيا البروميس, وثالثا الاسينك اويت. سوم دو الدرس ديان الكود هنا شنو غادي ندير فيه؟ غنكري واحد ليست ديال ستودنت, ومن بعد غادي ناجوتي واحد ستودنت وغنافيشي داك الليست, ولكن داك الليست اللي غادي تافيشي في الاخر خاصو يتزاد فيها هذاك الاجوتيش. دونك انا غادي نشوف كيفاش غادي نقدر نمانجي هاد الاوردر, وغادي نحاول نستيمولي واحد المشكله ديال اسانكرونسيتي. يعني مثلا بحال غيكون واحد الديلي او نيفو ديال السيرفر, غنحاول نستيمولي هاد المشكل بسيت تايم اوت. دونك ابا بعدا نكري واحد ليست ديال ستودنتس, كري واحد الكونست ستودنتس اللي هو واحد الاري وفي واحد لونسومبل ديال الاوبجيكت, وهاد الاوبجيكت مثلا في فول نيم عربي وكندير جون دو, ومن بعد غندير الايج غنعطي مثلا 23, دوبليكيت شي جي هنا وندير لي مايكل سميث. دونك واحد عندي جوج ديال لي زاليمون هنايا, نعطيه 25. اوكي كيفاش غنقدر ناجوتي واحد ستودنت؟ غنكري واحد الفونكشن نسميها اد ستودنت, وغنعطيها كارغيمنت ستودنت. هذاك الارغيمنت غادي نزيد اوبجيكت اوتوماتيكمون, اي غنخدم بسيت تايم اوت كيف ما قلت لكم باش نستيمولي واحد المشكله او نيفو ديال السيرفر. بحال قلتي واحد الديلي, هاد الديلي 1 سكند. اوكي مورا 1 سكند شنو غيدير؟ غنشد هاد ستودنت وغنزيد عليه ليليمون ستودنت, هذا غنخدم بوش ستودنت. تخيلوا فحال هادي واحد الداتا كنجيبوها من سيرفر ولا وريفر. اوكي دونك هنا درت اد ستودنت ما كاينش مشكل. دونك الا نعيط على الفانكشن ديالي اد ستودنت, ندير هنا واحد اد ستودنت, وشنو هو ستودنت؟ خاصني نجيب هاد الاوبجيكت اللي كاين هنايا ونعطيه شي فاليو اللي هي شويه مختلفه. فول نيم غندير هنايا ماريا كارتنر ريميتيل. اوكي شنو عندي هنايا؟ ماريا كارتنر زيد. دونك سالينا مع ناجوتيو تلميذ جديد. دابا خاصنا نافيشيو داك الليست ديال التلاميذ, ما ماشي فيها جوج فيها ثلاثه. دونك فهاد الكا غنكري واحد الفونكشن واحده اخرى وغنسميها جيت ستودنت اللي فيها الليست كامله, اي غنخدم حتى هي في سيت تايم اوت. سيت تايم اوت كتخدم ك فيرست ارغيومنت واحد الكول باك, اي هاد الديلي في هاد الكا او نيفو ديال جيت ستودنت, يعني الوقت اللي غادي تاخذ غادي تاخذ واحد 500 ملي سكند. انا بغيت هاد اد ستودنت تافي يعني تخدم قبل من جيت ستودنت. لوجيكمون ما خصهاش تكون فحال هكا, انا بغيت نسيمولي مشكله واش باش نجيري لوردر. انا بغيت نجيري لوردر انا مانويلمون, ماشي حيت هنا يقدر يكون شي مشكله او نيفو ديال السيرفر وانت بغيتي تاجوتي, يقدر يكون واحد الديلي. دونك كيفاش نقدر نمانجي هادشي؟ غادي نشوفو كيفاش. دونك غندير واحد الكونسول لوغ هنايا ستودنت ونشوفو اشنو غادي يطرا او نيفو ديال الكود ديالي. دونك درت اد ستودنت ارن افيش. دونك لوردر اللي هو نورمال هادي هي الاولى اي نورمالمون ورا هادي, مي بما ان الديلي عندي هنايا كو هادي كتعطل عندها 1 سكند, وهاد جيت ستودنت كتافيش هي الاولى. دونك كاين مشكله كتشوفوكم كوا ما تزادش ليا داك الاليم ما تزادش. دونك هذاك ليليمون هاد اللي فيه ماريا كارتنر ما تزادش. كيفاش نقدروا نمانجيو هاد المشكله؟ كاينين ثلاثه ديال الميثود كيف ما قلت لكم, الكول باك البروميس والاسانك والاويت. عفوا نبداو بعدا في الميثود الاولى اللي هي كول باك ونشوفوا المشاكل اللي فيها. دونك بالنسبه لينا حنايا هنايا اون نيفو ديال هاد اد ستودنت ما غاديش نجيب جيت ستودنت, هنا غنخدم بها كارغيومنت بالنسبه لاد ستودنت اجوتي ومن بعد افيش. دونك غنجي هنا وغنخدم بكول باك. كول باك كا سكند ارغيومنت. شنو هو كول باك؟ كول باك هي واحد الفانكشن كتخدم كارغيومنت بالنسبه للفانكشن واحد اخر. دونك غناخذ هاد كول باك اي مورا اون فويت زد, هذه هي اللوجيك ديال البروغرام ديالي, اون فويت زد ستودنت جديد افيشي. دونك كول باك ها هو غادي تيكزيكيوت. شنو خاصني هنا؟ هاد ستودنت زدت الاوبجيكت ديالي اوتوماتيكمون, هاد الاوبجيكت غادي تمابا مع ستودنت, وهاد الكول باك شنو خاصني ندير؟ غنخدم بهاد جيت ستودنت. اوكي دونك هاد كول باك غادي تفون بلاصه بجيت ستودنت, وكيف ما كنشوفوا هنايا اون نيفو ديال الريزالت ها هي تزادت ماريا كارتنر. اشنو اللي طرا هنا؟ كو لوردر ماناجينا ما بقاش عندي مشكله ديال هاد الديلي, لان قلت ليها انا تزيد عاد افيش هاد كول باك غادي تفون بلاصه بجيت ستودنت وغادي تافيش لي ستودنت بلا حتى شي مشكل.
دونك سالينا مع الحاله الاولى الكول باك، ولكن شنو المشكل اللي فيها؟ المشكل اللي كان اونيفو ديال الكول باك هو يقدر يكون عندك واحد الناس ديال كول باكس، مثلا تقدر تكون عندك ستيب 1 وستيب 2 وستيب 3 وستيب 4، هذوك الناس ديال كول باك كيتسموا كول باك هيلز. هذيك تخيل معاك عندك اونيفو ديال الكود ديالك قبل ما تاجوتي، مثلا كتاجوتي داك ستودنت ولا كدير شي فونكسيوناليتيز، يعني كتحاول داك ستودنت اللي انت باغي تزيدو كدوزو بزاف ديال ليكا، مثلا بغيتي تشونجي ليه شي فاليو، عندك شي بيزنس لوجيك اونيفو ديال البروغرام ديالك اللي فيها سام تشينجز، يعني فيها بعض التغييرات قبل ما تاجوتي، دونك غتكون واحد التشين ولا اون فوا زدتي باغي دير عليه سام بارامترز اونيفو ديال الداتابيس، يعني بغيتي دير ديه شونجمون، يعني غيولي كول باك وست كول باك وست كول باك. اي هادي ما غيكونش حتى كتماناجي الترتيب بواحد الطريقه اللي هي نقيه، وغادي يولي الكود ديالك ناسد بزاف. دونك هنا الكول باك فيه مشكله، واخا حلينا هذاك ولكن فيه مشكله الا كانوا عندنا بزاف، الا كانوا عندنا بزاف ديال الفونكشناليتيز. اوكي دونك الكول باك غنحاولوا ندوزوا للك الثانيه باش نحلوا هذه المشكله بالبروميس. اوكي كيفاش غنديروا هنايا؟ غنحيد هذا الكول باك كارغيمنت وغنحيد جيت ستودنت، خلي اد عاديه. اي او نيفو ديال هاد اد ستودنت غنبغي تشوفني واحد البروميس، دونك غنجي هنا غندير واحد ريتيرن نيو بروميس. هاد البروميس كتاخذ تو ارغيمنت، يعني واحد الكول باك وواحد هاد الكول باك كياخذ جوج ديال الارغيمنتس اللي هو ريزولف اوكي و ريجكت، وهاد البروميس اوتوماتيكمون غندير ست تايم اوت ديالي لداخل. اوكي دونك ريزولف و ريجكت، هاد البروميس خصها تريزولف شي حاجه باش يولي ستيت ديالها فولفيلد، اللي ما عرفنيش علاش كنهضر يمشي للدرس ديال البروميس ويعرف هاد لو تيرم اللي استخدمته، مي خاصها تبعتوني خاصها تريزولف باش هاد الكود ديالي دابا ولا اسينكرونس. دونك درت هنايا ريزولف، ولكن لحد الان جيت ستودنت ما كايناش، كنفترضوا هنا بان راه ستودنت ديالي تزاد، مي كيفاش نافيشي؟ باش نافيشي هاد ستودنت خاصني اوتوماتيكمون نخدم بهاد جيت ستودنت. فين هنا غنجي بحال قلتي غندير واحد التشين chain then باش نكونسومي بعدا هذاك البروميس اوتوماتيكمون، راه قال الا دازت مزيان هذيك لاكسيون ديالي ديال اجوتيت ستودنت غندوز لهاد then، then كتاخذ هنا ك غتاخذ كول باك اوتوماتيكمون، اي غندير ريزولف هنايا. شنو هو غير ريزولفي؟ شنو هو غادي ريزولفي؟ جيت ستودنت. اوكي دونك شنو قلت ليه؟ اوتوماتيكمون زيد، بحال كريت واحد لوردر، هنا كريت واحد لوردر، قلت ليه شوف من زيد من بعد افيشي، كيف ما كنشوفوا هنا راه افيشي ليا ليست ديال الزلامه بلا ما نخدم بالكول باك. دونك هنايا الكا اللي عطاتني ليست ديال الزلامه، ولا ليمون الاول، ولا ليمون الثاني، ولا ليمون الثالث. دونك حلينا المشكله بالبروميس، كرينا واحد البروميس هنايا. اوكي عندي واحد الجيست ستودنت هذه بقات عاديه، يعني واخا كاين هذا الديلي بما هذه سابقه هذه، ولكن هذا الديلي ما بقاش عندي فيه مشكل. علاش؟ لان انا وليت بحال اللي قلت لك كنماناجي لوردر ديالهم انا مانيوالمون، يعني كنقول ليه شوف بدا ليا بهاد لاكسيون هي الاولى اللي هي ان ستودنت، عاد من بعد دوز ليا لاكسيون الثانيه اللي هي جيت ستودنت. دونك وليت انا كنديفيني لوردر خدمت بهاد الدين. الا درتي ريجاكت هنايا، الا درتي ريجاكت بحال اللي قلتي واخا تمشي هو السابجكت ديالنا، الا درتي ريجاكت ما غاديش يدوز لهاد الكا، تقدر دير واحد ايرور هاندلر هنا، ايرور هاندلر اوتوماتيكمون درت هنا واحد الرو فونكشن ان افيشي هاد الايرور هاندلر، ايرور هاندلر اي نجي هنايا مثلا على نيفو ديال ريجاكت ونكري واحد نيو ايرور، نقول لي مثلا ستودنت نوت كريتد، ونحيد هادي كاع. مي فهاد الكا غادي نولي كنمانجي الكود ديالي بطريقه اخرى، ها هو داز ستودنت نوت كريتد، ماشي هذا هو الاوبجيكتيف ديال الكود ديالنا، حنا بغينا كو هاد البروميس تريزولف شي حاجه، يعني هنا دزنا لهاد جيت ستودنت تحل المشكله. دونك حلينا المشكله ديال لوردر، ديال لوردر ديال الفونكشناليتيز ديالي اجوتي عاد نافيشي بالكول باك، وقلنا كل المشكل اللي فيها هو دوك الناس هاد كول باكس كنطيحو فداك الكول باك هيل، كيولي كول باك وست كول باك وست كول باك وست كول باك. حلينا دابا المشكله بالبروميس، مي البروميس هو الكا اللي غطيح فيك وغيولو عندك بزاف ديال دان. دونك الا كانوا عندك تهما بزاف ديال الفونكشناليتيز والبيزنس لوجيك ونيفو ديال الكود ديالك غيولي فيها مشكل، يعني هنا غادي ندوزو يعني البيت القصيد اللي هو اسانك
await. Async await تقريبا هي واحد الابستراكشن، يعني واحد الابستراكشن ديال هاد البروميس، يعني واحد الابستراكشن باش ما نبقاوش نخدموا بالدان وهادشي كامل. دونك الابستراكشن ديال البروميس بواحد التوورز، يعني async await من كتخدم async كديفينيك واحد الفانكشن ديالك بغيتيها تكون asynchronous، اي من بعد من كتخدم await تقول ليه شوف هذه هي الاولى ومن بعد عدوز ليه الكود. دونك بحال كتولي كديفيني لوردر ديالك فواحد الكود اللي هو asynchronous. كيفاش غادي نحلوا هذه المشكله او نيفو ديال الكود ديالنا؟ دونك اول حاجه غادي نجي غنكري واحد المين فانكشن، غنكري واحد المين فانكشن بعدا نكوبي هذه لان غنخدم بها، نحيد هذين كومونتي هذه وغنكري واحد المين فانكشن، فانكشن اسميها مين، هلا هي اللي غادي نجمع فيها الكود ديال. ولكن هاد المين فانكشن اشنو غادي يكون فيها؟ هاد المين فانكشن غادي تكون asynchronous، هي اللي غادي نديفيني فيها داك الاوردر. اوكي وشنو غادي نقول ليه هنا؟ غنقول لكم كوا غنخدم await هنا، دونك خدمت async ديفينيت فيها بان هاد الفانكشن من غنكزيكوتها فيها راها asynchronous وفيها واحد الاوردر سبيسيفيك. و await كنقول لكم كوا راه او نيفو ديال هذاك الكول باك كيو، كيف ما راه الناس اللي عارفين علاش كنهضر راه شافوا الدرس اللي فات، بغيتو يبدا بهاد الفانكشن هي الاولى اللي عاد من بعد يدوز لجيت ستودنت، وهنا غادي يكون الكود ديالي مور اورجنايزد ما كاين لا دين الاول. دونك غادي ناخذ هاد اد ستودنت ديكومونتيها ندير لها واحد ان كومنت اي نجيبها هنا او نيفو ديال await. كول اش بقى لي هنا؟ دونك داش اد ستودنت نخلي الكود asynchronous عادي ديال جيت ستودنت نجيبها من هنا ونافيشيها اي غادي نشوفو ريزولت نتسناو نورمالمون، مي ريزولت ما غاديش افيشي ليا. نقول لي علاش؟ لان هاد مين ما عيطش عليها، خاصني نكزيكوتي مين ولا انفوكيها، نتسنى واحد شويه ونشوفو ريزولت اللي غتعطينا. وكول دونك افيشي ليا ثلاثه ديال لي زيليمون هنا فهاد الكا خدمنا باسانك او اويت. دونك بيت القصيد هنا كل كود هنا از اورجنايزد، ما خدمناش بداك البروميس وما غيبقاوش عندنا دوك تشينز ديال دان ولا ويفر. دونك حلينا المشكله ديال البروميس ما غيبقاوش عندنا تشينز بزاف. ثانيا الكول باك حتى هو حلينا داك المشكل ديال الناس ديال الكول باكس، لان اوتوماتيكمون بالنسبه للناس اللي كيكونوا عندهم بزاف ديال الفونكشناليتيز كتقدر تولي عنده كول باك وسط كول باك وسط كول باك، وهذا مشكل. اسانك و اويت كيف ما قلنا غير واحد الابستراكشن ديال البروميس، سامبليفيات البروميس ولا واحد الاوردر ديال الكود اللي هنا كتولي عارفكم كو انا بغيت هاد الفونكشن هي الاولى، كتولي كديفيني الاوردر ديال الاسنكرونوسيتي ما كنسميوها ان انجلش ديال كيفاش كل وحده امتى بغيتيها، لانك كتكون واحد الفانكشن ديبون وحده اخرى بعد الخطرات. دونك حتى كتبغي داك الاوردر سويتشيه بطريقه اللي هي بلوس سوفيستيكي والكود ديالك حتى هو كيولي ريدبل. هاد اسانك اويت كتخلي الكود ديالك يكون ريدبل اكثر، لان من كنقولوا سينتاكسيك شوغر بالنسبه للناس مثلا واخا غنخرج هنا من السابجيك شويه، بالنسبه للناس اللي كيخدموا بالكلاس كيورد، الكلاس كيورد شنو؟ كلاس كيورد هو واحد الابستراكشن ديال بروتوتايب تشين، يعني ما كتبغيش انتيغري الانهيريتانس ولا ليريتاج او نيفو ديال داك الكود ديالك في جافا سكريبت كتخدم بالبروتوتايب تشين. دونك الكلاس كيورد كتعتبر واحد السنتاكسيك شوغر ولا واحد الابستراكسيون ديال داك البروتوتايب تشين، يعني فحال هاد الكا بالنسبه لينا حنا في اسانك اويت. باش قبل ما تخدم باسانك اويت خاصك تكون بعدا كتفهم البروميس سوري، يعني اسانك اويت هو سنتاكسيك شوغر ولا واحد الابستراكسيون ديال البروميس باش سامبليفيو الكود ديالنا ولا مور ريدبل وحتى كيفاش كنماناجيو ولا سيمبلر. اوكي سالينا الدرس ديالنا، ثانكس فور واتشينغ ذيس فيديو.